واقفين ومحتجين وصافي تري لونطون تقريبا هاد السنه كلها احتجاجات على هاد المرسوم اللي خدل لو كور باراميديكال سورتو الممرضين، لانه دار التسويه ودار الفرق ما بين الممرضين. حنا اون ترافاي وكنخدموا مع بعضياتنا في نفس ليتابليسمون في نفس السيرفيس، كتلقى الناس عندهم صندوق تقاعد ديال سي ام ار اللي كيخول لهم تقاعد مزيان تقريبا 100%، الوغ كو دوطخ خدامين في نفس السيرفيس ميم غراد غادي يخرجوا بواحد الصندوق اللي هو فقير جدا، اللي غادي يعيشهم ابخي 60 طون بعد يوليو كهول غادي يعيشهم في الفقر وفي عدم المساواه. والحمد لله ان الوقفات مره على مره كتكلل بالنجاح، والممرضين كيبينوا على الثوره ديالهم ضد هذا المرسوم. هذا مستخدم ابن سينا يخدعون للصندوق المغربي للتقاعد، وباقي المستخدمين يخدعون للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. لماذا هذا التمييز وهذا الكيل بمكيالين؟ المفترض في المشرع ان يسوي بين المستخدمين في اطار نظام قانوني واحد من حيث الاجور، من حيث الترقيه، وكذلك من حيث التقاعد. في حين ان هذا النظام الذي وضعته الوظيفه العموميه مع وزاره الصحه مع وزاره الماليه يعني خلقوا واحد الوضع الى بغينا نقولوا بحال لابارتيد دون لا فونكسيون بيبليك، تمييز العنصري بين المستخدمين. السؤال، هل هناك فرق بين هذين النظامين؟ الجواب نعم، ان المعاش داخل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقل بنسبه 50 حتى 40% عن معاش التقاعد داخل الصندوق المغربي للتقاعد، فلذلك هناك ضرر يهدد المتقاعدين ديال المراكز الاستشفائيه دون مستخدم ابن سينا. هذا هو الذي يفسر هذا المسار النضالي والاحتجاجي لمستخدمي المراكز الاستشفائية وخصوصا في مستشفى ابن رشد.